هو نهضوي، ولو أنه حسب علمي الانتماء لحركة النهضة ما هوش تهمة، مش هكا سي شكيب؟ والآن يتفضل الأستاذ الفاضل شكيب درويش. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عدنا وعادت حركة النهضة، عدنا وعادت أيام حركة النهضة، يحبون حركة النهضة ويهتفون باسم حركة النهضة. علاش؟ لأنه الذي جعل حركة النهضة تبقى وتستمر ويقوى عودها بفضل الله هو أنها أخلصت لله. ياك طلعت نهضاوي أكل لي بالضبط يا معلم، أما أنا نحب نفهم علاش مكرت. شو أخوك خليفة بن سالم كي قالوا له راك كنت في النداء شنو قال؟ أنت هو عضو داخل الحزب. لا مش أحنا، شو خليفة أنا وعدتك مش أنت حاجة. لا لا مش أنت مش ولا أنا، أنت طرف في التصريحات نشوفوا فيه، أنت طرف في النزاع في نداء تونس وعضو مكتب تنفيذي إن قلت استقلت ولا لا. هنا ماكش كرونيكور، أنا وياك طرفين. خليفة راك صاحبي.